أهلا وسهلا بكم. حلقة الليلة حلقة رياضية كاملة في الرياضة، نتحدث فيها عن التجمع الجميل اللي موجود بكأس العالم في نسخته العربية في قطر. تعالوا معنا نعيش هذه الحلقة في بيت للكل بالكلمة والتحليل، ونتابع معكم ما تشاهدونه من كأس العالم في قطر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل، وتحديدا من فلسطين ومن رام الله. وفي هذه الحلقة نتحدث حول النسخة لعام 2022 للمونديال في دولة قطر، التي كان الحضور الفلسطيني فيها طاغيا وحاضرا في قلوب المشجعين، في قلوب الجماهير، وفي قلوب اللاعبين، وبأعلام فلسطين الخفاقة في هذه المناسبة العالمية. نعم زملائي، المشهد المفرح من جميع بلداننا العربية، مصر، الأردن، فلسطين، المشاهد الجميلة حقيقة في كمية الفرح الكبيرة من أجل مونديال قطر وكأس العالم، وأيضا الاحتضان العربي الكبير ونجاحات المنتخبات العربية في هذا المونديال. أيضا المشهد من العراق مفرح، وهناك مسلط الضوء على بقع جميلة من خلال هذا المونديال. مونديال قطر 2022 كانت الفرصة الذهبية للم الشمل العربي ودعم ومساندة دولة قطر الشقيقة. الفرحة جمعتنا بفوز تونس على فرنسا وسعودية على الأرجنتين، وكانت المغرب المتأهلة للدور الثاني من المونديال عنوانا لفرحة الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج. تمام، فعلا يا إبراهيم، الإرادة العربية كانت واضحة جدا، وكمان الأعلام العربية كانت في كل مكان. مش بس كده، كمان كان في الشهامة العربية، القصة اللطيفة البسيطة اللي كانت موجودة عن الشهم الفلسطيني المشجع الجميل اللي شاف بنت شايلة ولدين على كتفها، فقرر ان هو يساعدها، ياخد ولد من الولاد ويوصلها لحد الفندق المقيمة فيه. المفاجأة ان هو ما يعرفش طبعا مين البنت دي، وطلعوا ده حفيد مدرب البرازيل. طبعا المدرب البرازيل لما عرف قعد يدور مين المشجع ده وايه اللي حصل، فعرف ان ده مشجع فلسطيني، وطبعا كرموه. فلسطين دايما موجوده بالشهامه وبالقوه، دايما موجوده ودايما رفع علمها بالشهامه كمان.